السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف استعمل تاسكر جدا جاية مع برنامج الماجيك كاد، ألا وهي التصدير للآي إس سي؟ حد يقول لي طب ما هو موجود أصلا في الريفت تصدير الآي إس سي. بس هو فعلا أنا جربت كتير، كنت بحمل على بعض المواقع اللي هي بتشتغل أونلاين، فلما كنت بصدر لها الملف اللي هو بيصدر من هنا آي إس سي ما كانش بيشوفه، ما كان بيشوفه كأنه فاضي، ما كانش بيشوف المعلومات. لما جربت قلت أجرب أصدر من هنا، انا جربت كذا ادنس وفيها حاجات كانت بفلوس وحاجات ببلاش وما جابش نتيجه حلوه. ده اللي فعلا نفع معايا، وده اللي انا اصدر بيه دلوقتي، ان انا اقول له اي سي سبورت واروح مختار انا عايز اصدر مثلا كله بنفس كل واحد يطلع لي اي سي كذا ليفل، او كل الليفلات في واحد بس وده اللي انا بفضله، او عايز ملف اكستنشن فايل، او عايز يبدل ملف في اي سي، التارجت فايل بتاعك انا واحد، النوع الاي اس سي اللي انت عايزه يخرج، اي اس سي اللي هو الزر الثاني او الثالث ولا الرابع، تمام. فانت بتبدا تختار الحاجات دي كلها وبعد كده بتصدر الملف دوت. ده فعلا فرق معايا كتير جدا وساعدني كتير، وحسيت فعلا رفعت الملف وجربته وطلع كويس، لقيته هو يعني هو ده اللي عمل لي النتيجه بتاعتي. في برضه خاصيه ثانيه ان انا ممكن اقول له اي اس سي بس، ده بيبقى في كذا ملف واروح مصدرهم كلهم مره واحده. هنا الخصائص ان ده مثلا كاتيجوري معينه او خاصيه مع الاير تيرمينال مثلا هيبقى اسمها ايه، الديسكريبشن بتاعها ايه، وهكذا. دي كل البروبابيلتيز ايه، ودي كل الوصف بتاعها ايه. يعني مثلا لما تلاقي واحده اسمها هيتنج دي معناها ايه، دي مثلا سبرينكلر، دي صح كل واحد فيهم ايه اللي لازم تعمله.